دي كلكم هتشوفوها. وفي عينه تانية جايبه البوستيرور شيست وول، دي بقى عايزه ان انتوا تقربوا. نبدا بالانتيرور شيست وول، كانت كده وانا فتحتها، تمام؟ يبقى كده الفرونت، يبقى كده الباك من جوه. يبقى عندك الفرونت الناحيه دي. في حاجه باينه هنا من قدام في الانتركوستال ماسلز بالنسبه للعينه دي. بص الناحيه دي، الناحيه دي مفيش. الناحيه الثانيه هنا فيه، لان الضلوع مكشوفه. طالما الضلوع مكشوفه من هنا يبقى احط لك علامه هنا اهو، اللي هي العضلات اللي موجوده ما بين الضلوع، اكس او واي ايدنتيفاي. انت بره، يبقى مين دي؟ اكسترنال انتركوستال ماسل. خلاص انتهى الموضوع. خش من جوه، الضلوع باينه من جوه كمان. هاجي لك هنا السبيسز اللي موجوده هنا في النص ما بينهم، ايدنتيفاي. يبقى تقول لي مين؟ انر موست انتركوستال، معناها ان انت مش فاهم حاجه في النظر. ليه؟ لان الانر موست انتركوستال لو تفتكروا قلت لك موجوده بس في الربعين اللي في النص. انا قاصص الربع اللي قداماني، يبقى ما فيش في المنطقه اللي انا ماسكها دي انر موست انتركوستال. في المنطقه اللي قدام دي ايه؟ يا اكسترنال من بره يا انترنال من جوه. يبقى من جوه هنا علم تقول لي مين؟ انترنال انتركوستال ماسلز فقط، بتاع الموضوع، تمام؟ ايه تاني ممكن يتسال هنا هو؟ مين العظمه اللي من جوه دي؟ استرنم. طب بص كده على الاسترنم من جوه، هتلاقي في مصل طالعه هنا اهوت بكذا سنه اهي، ماسكه في الايه؟ في الضلوع، تمام؟ يبقى دي مين؟ حط علامه هنا. ايدنتيفاي مين المصل دي؟ استرنو كوستاليس مصل. يبقى العينه اللي زي ديت تجي لك تعرف ان انت قدامك سؤال من ثلاثه، يا ايه يا ايه يا ايه؟ يا اكسترنال انتركوستال، يا انترنال انتركوستال، يا استرنو كوستاليس. وبعد ما تعرفها قول لي النيرف سبلاي، قول لي الاكشن، تمام؟ ممكن سبلاي واكشن، ايه تاني ممكن يتسال؟ دايركشن، دايركشن اوف فايبرز، تمام؟ طب برافو عليك، يعني ذاكروها كلها عشان يمكن انا انسى حاجه، اي حاجه نظري ممكن تتسال وخلاص، تمام؟ طيب انا ممكن تيجي لي عينه حقيقيه بالمنظر ده. طب هل الفكره هتفرق هنا اهوت؟ مش هتفرق، هي نفس الموضوع، بس هتفرق من بره في حاجه واحده، ان سواء الناحيه دي او الناحيه دي مفيش ضلوع مكشوفه، فما فيش هنا انتركوستال ماسلز باينه من بره، لكن من جوه يتسائل. بص كده ادي الريبس اهي، الضلوع اهي، يبقى مين الماسل اللي في النص دي؟ انترنال انتركوستال ماسل، تمام؟ طيب هاجي هنا اهوت، مين ده؟ ده الاسترنال من جوه، يبقى مين الفايبرز اللي طالعه دي؟ استرنو كوستاليس ماسل. يبقى العينه دي تفرق عن اللي فاتت ايه؟ هناك كان في ثلاث عضلات، هنا في اثنين بس اللي هما مين؟ انترنال اند انر موست انتر جبنا الاند استرنو كوستاليس مصر، تمام؟ طيب يبقى قلنا اهم عينه. بصوا يا شباب، اول حاجه هبتدي بيها هبدا بالصوره اللي كانت معانا من شويه، نفس الشكل بالظبط من غير الوان. مين الفين المايل ده؟ ليفت بريكيوسيفاليك فين. مين الفين المستقيم ده؟ رايت بريكيوسيفاليك فين. يبقى مين ده المقصوص ده؟ سوبيريور فينا كيفا. يبقى مين اللي مقصوص وباين منه حته صغيره ده؟ انفيريور فينا كيفا. مين الاورجن ده؟ الدايفرام. يبقى فعلا الانفيريور فينا كيفا معدي اهو فاتحه في الدايفرام. طيب ما دام ده الانفيريور فينا كيفا وده السوبيريور فينا كيفا، يبقى مين الفين اللي في النص ده ماشي على البوستيريور ثراسيك وول رفيع ده؟ ده الازايجاس فين، تمام؟ طب بص كده على الازايجاس فين من على الجنب، شايف الكيرف اللي في اخره ده؟ بيصب في مين؟ بيصب في السوبيريور فينا كيفا، يبقى ده الارش اوف ازايجاس فين، تمام؟ طيب تعالى لي هنا بقى، ادي البوستيريور ثراسيك وول وادي الريبس اهي، الضلوع اهي، يبقى ادي السبيسز اللي ما بين الضلوع اللي هي ايه؟ انتركوستال سبيس اللي ورا، بوستيريور انتركوستال سبيس. يبقى لقيت هنا في ايه؟ في حبال اهي. طب ايه الحبال دي؟ المفروض تقول انتركوستال فان، يعني فين ارتري نيرف، تقول لي مش عارف اميز ما بينهم. لكن العينه اللي معايا دي بالذات هو شايل الارترز وشايل النيرفز، فاللي معايا دوت الفين بس. واللي ياكد كلامي انك لو بصيت هنا على شكل الفين ده في الاخر هتلاقيه في الاخر بيصب في الازايجاس فين، تمام؟ انت ما يهمكش، هو في الاخر يمسك الحبال اللي ورا دي يبقى ايه؟ انتركوستال فان وخلاص، فين ارتري اند نيرف، تمام؟ طيب انت شايف الفان دلوقتي، شايف الايه؟ الحبل ده. طب بص كده اهوت الناحيه دي، اختفى الحبل، مش شايفه، مش شايفه بيكمل لبره. ليه؟ لانه استخبى تحت عضله جديده ظهرت. مين العضله دي؟ بص كده من اول ما شاور هنا هو مش باين، يبقى دي عضله اسمها انر موست انتركوستال، انر موست انتركوستال. طب لما كان باين هنا اهوت كانت مين العضله اللي تحته دي؟ اللي هو نايم عليها انترنال انتركوستال. طب شايف الخط ده؟ الخط اللي انا ماشي عليه ده، ده الحد اللي ظهر عنده الانر موست انتركوستال. يعني الانر موست انتركوستال ابتدت تظهر في المنطقه دي وتلف قدام مسافه صغيره، احنا قلنا بايه؟ بتغطي ربعين الانتركوستال سبيس.
ادي الربع اللي ورا هي مش موجوده فيه، والربع اللي قدام زي ما شفنا في العينه الثانيه مش موجوده فيه، هي موجوده في الربعين اللي في النص. تمام، في حاجه صعبه كده؟ طب يتبقى لنا مين؟ يتبقى لنا الاورجان ده اللي هو الديافرام. طب ايه اجزاء الديافرام؟ اول جزء هنا عشان تعرفوا مين ده، ده الاورطه. الاورطه كان موجود في الثوركس دخل على الابدومن، يبقى معنى كده ان على جناب الاورطه في عضله اسمها الكراس، يبقى ديت اسمها ايه؟ دي ناحيه اليمين، يبقى اسمها رايت كراس. يبقى الناحيه الثانيه دي لو بصيت هتلاقي عضله ثانيه صغيره اسمها ايه؟ اسمها ليفت كراس. طب ليه دي كبيره ودي صغيره؟ هو كده رايت كراس اكبر من ليفت كراس زي ما خدنا. تمام، طيب الرايت كراس والليفت كراس لو تتابع كده من قريب، دي الاورتيك اوبننج اوف ديافرام اللي معدي فيها الديافرام. بص لما يتقابل الرايت والليفت كراس بيعملوا قوس. طب القوس دوت اسمه ايه؟ اسمه اورتيك اوبننج اوف ديافرام، معمول بايه؟ معمول بليجامنت. اسمه ايه الليجامنت ده؟ ميديان اركوت ليجامنت. اسم الليجامنت اللي هنا ايه؟ ميديان اركوت ليجامنت. تمام، طب لو جبت لك الكراس هتكتب لي ايه في امتحان العملي؟ تكتب لي رايت كراس وتسكت؟ لا، تاخد نص الدرجه. رايت كراس اوف ديافرام، لازم دايما تلزق كلمه الديافرام في الاجابه، يبقى دوت ايه؟ رايت او ليفت كراس اوف ديافرام. طيب سيب الجزء ده، سيب الكراس واطلع للجزء ده اللي شبه الشمسيه، الجزء اللي فاضل الكبير. قلنا الجزء اللي فاضل دوت في النص بيبقى لونه ابيض، المنطقه دي لونها ابيض، لكن المنطقه اللي فاضله دي لحمه حمراء فليش، يبقى ده ابيض وده فليش. طب المنطقه البيضاء اللي في النص دي كان اسمها ايه؟ سنترال تندون. يبقى لو جيت لك في الامتحان حطيت سلك او دبوس هنا وقلت لك ايدنتيفاي، لازم تقول لي سنترال تندون اوف ديافرام، لازم تكمل كلمه ديافرام. طب سيب الحته البيضاء ديت، طب اتاكد زياده ان هي دي السنترال تندون، تعمل ايه؟ مين الفتحه دي؟ الانفيرو فينا كيفا، يبقى دي الفتحه بتاعتها اللي اسمها كافال اوبننج اوف ديافرام. مش احنا اتفقنا الفينا كيفال اوبننج اوف ديافرام موجوده في قلب السنترال تندون؟ اهي فعلا. تمام، طيب بص لي بعد كده على حته اللحمه الحمراء اللي فاضله في الديافرام الكبيره دي، همسكها من هنا. حته اللحمه الحمراء الكبيره اسمها ايه؟ اسمها كوبولا. طب انا ماسك كده يبقى تقول لي ايه؟ كوبولا اوف ديافرام، بس تقول لي السايد كمان معلش، انا ماسك ناحيه اليمين يبقى دي اسمها رايت كوبولا اوف ديافرام. طب لو مسكت هنا يبقى ليفت كوبولا اوف ديافرام. خدت بالك؟ اي جزء في الديافرام، في الديافرام لازم تكتب كلمه ديافرام وتكتب لي اسم الجزء، والعكس برضو ما ينفعش. يعني ما ينفعش امسك ده او ده او ده وتقول لي ديافرام وتسكت، نص الضربه. لازم تحدد المكان، يا اما كراس يا اما كوبولا يا اما ايه؟ سنترال تندون. اخر موضوع عندنا، بص كده على الديافرام من تحت، في كام فتحه موجوده في الديافرام كبيره؟ ثلاثه، ادي فتحه وادي الثانيه دخل فيها القلم اهي، وادي الثالثه. اول فتحه احنا عرفناها خلاص اللي هي اورتك اوبننج، ادي الاورطه. ثاني فتحه دي قلناها من شويه، ده الانفيريور فينا كيفا، يبقى دي الكيفا الاوبننج. يبقى الفتحه الثالثه اللي قدامنا اللي داخل فيها القلم دي ايه؟ اسوفوجيال اوبننج. ولو تلاحظ في العينه دي في فتحتين من الثلاثه معدي فيها الحاجه بتاعتها، انفيريور فينا كيفا واورطه، لكن الثالثه اللي حطيت فيها القلم مفيش هنا اسوفيجس، فاضطريت احط القلم عشان اوريك شكلها عامل ازاي. كام فتحه هنا ادخل فيهم سلك؟ يا اما اورتك يا اما فينا كيفال يا اما اوسوفوجيال. وبعد ما احط السلك فيها اقول لك ايه؟ ايدنتيفاي، منشن الليفل بتاعها، منشن الاستراكشرز اللي معديه، وهكذا. تمام، في حاجه صعبه كده؟ حد عنده اسئله؟ شكرا.